تقول أني أول من كتب المشطر. طبعاً إيه. ها؟ المشطر المقصورتين. المقصورين. مو المشطر. وضح لنا يا هاي المسألة. هاي. وضح لنا وطينا فد دليل عليه. كان ينكتب المشطر قبل. ينكتب على قافية واحدة. قافية. نعم. واحدة. طيب محمد ما نشوف اليوم يمكن هذه أشياء دخيلة على أبو ذية. هذا اليوم المشطر اي حتى اذا هيك حتى التفعيله دخيله. لا احنا سجينا احشي على ابو ذيه مو ثلاث ابيات وقفل. زين كانت ماكو قصيده عموديه مربع محمد بس لا ابو حيد محمد اي لا محمد يعني هسه يعني ما يصير الشعر يطول. جماليه الابو ذيه انا اشوفها جماليه الابو ذيه هي كتكوينه ثلاث ابيات وقفل. ايه. اليوم يعني هذا جاي يشوف انا سيرتك سؤال هسه ما اسئت له. لا انت جاي اقول لك هذه التحديثات اللي صارت. ايه. ما تحسها اخذت من جماليه الابو ذيه؟ بالعكس سطه جماليه ونكهه للابو ذيه. هسه انا قريت ان ما عجبنك؟ لا شيء حلو بس انا جاي اقول لك يعني انت شو تشوفه مثلا هذه الاضافات ابو حيدر ذولي من الابو ذيه؟ كلهم اللي ما يقدرون يكتبون المشطر يقولون تاخذ من الأبوذية تاخذ من جمال الأبوذية بالعكس هي شنو ما تاخذ ترى هنا ذني الجاي تخليني ذني شنو المقصور هذا يعني شنو ما حد يقدر يكتبني ما حد يقدر يكتبني اتحداك ما مش يتحداك والله اتحداك يعني المشطر ما ينكتب الا يعني تتحداني الي انا لا مو لا اتحداك يكتبونهم لا يكتبونهم والله لا حبيبي والله ما يكتبونهم والله قرانا يلا خلينا نشوف يكتبونهم اقرا لك مشطر اي أكثر من بيت محمد خلينا نستمتع أحب أهلي وأحب سوقي وبيتي أحب أهلي وأحب سوقي وبيتي وعفروحش كثر يلده وبيتي الشعر من يوصل لحدي ياخذ علق من عندي هدنة وعطوة ما أطيه ساعة ينام ما خليه يا ابن الطخة القبان أنا بويه الشعر نيشان مكة تعرف كل شي يصير عن جساس عن نزير وأنا أعرف بهذا البيت حيد وبيه أنا تربيت أعرف الزين والمزين فرق الشمر عن محسين بيتك يا علي سمع وبيتي قريته وصفق الفياض لي بيميني بشمالي شمالي مو يميني صارت لكم شمالي مو يميني صارت لكم حشو من المشاعر صارت لكم الما سامع به الجساس لا يحكي لي عن الناس الما سامع بالعبادي لا يحكي على اجدادي الما يعرف اهل ذي قار لا يقطف دهن عن نار الما قاري عن سوقي لا يدن لحذوقي الما قارع عن سوقي لا يدن لحذوقي الما يعرف جذوره منيا ما ينقاس ويحسيا الما مسحوق مفراشه لا يحكي له على الباشه الما ضاحك بويه الضيف لا يحكي له عن السير الما يعرفني لا يحتار انا بكل وقت نجار الما يعرفني لا يحتار انا بكل وقت نجار انا الكتب اول بيت ند براسي ما خليه ليمتها البذيه صارت لكم ومس وانت وهلك تقرون بيه